انا الدكتور محمد حلاوه استاذ الغدد والسكر كليه الطب جامعه عين شمس ورئيس قسم وحده الغدد كليه الطب عين شمس. احنا النهارده بنتكلم على السكر ومرض السكر والصيام في رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا قربنا على شهر رمضان. في بعض طبعا الاسئله اللي ممكن تبقى مهمه قوي في الفتره دي مع دخله رمضان. اولا الصيام، مين يصوم ومين ما يصومش؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، والمفروض ان انا الاجابه دي بتبقى مع الطبيب المعالج بالنسبه لي، لكن في بعض المجاميع اللي بصفه عامه يفضل عدم الصيام ليها، ودي يمكن سهل ان الواحد يتكلم عنها، زي مرضى السكري من النوع الاول اللي بياخدوا عدد مرات من الانسولين، الحوامل المفروض ان هم ما بيصوموش، المرضى اللي هم عندهم مشاكل بالنسبه للكلى، مرضى اللي عندهم مشاكل بالنسبه للقلب، المرضى اللي هم بيعانوا من تكرار نوبات الهبوط بالنسبه للسكر. المرضى دي الصيام بالنسبه لهم يمثل نوع من انواع الخطوره على صحتهم بصفه عامه، وبالتالي يفضل التجنب. الجزء الاخر، في بعض الناس ممكن تصوم لكنها بحذر، ممكن مع تعديل بعض انواع الادويه. احنا بنقول بصفه عامه المريض اللي هيصوم بقى اللي هم اللي ممكن يصوموا، لكن بيبقى نتيجه برضه او لازم يتابع مع الطبيب المعالج عشان يحط الاطار العام للعلاج، العلاج اللي هو يشمل تنظيم الغذاء والعلاج الدوائي. وان كان في العلاج الدوائي في ادويه ممكن استخدامها دون اي تعديل، وفي بعض الادويه اللي هو الدوائيه اللي هي واقصد بها اللي هي بتتاخد عن طريق الفم، بيبقى في بعض الادويه منها ممكن تبقى محتاجه تعديل بالنسبه للجرعات علشان تجنب نوبات الهبوط. هو دايما الخطوره في الصيام اثناء رمضان حاجتين: هبوط السكر اثناء الصيام خاصه لما يكون ساعات الصيام طويله خاصه في الصيف، او ارتفاع السكر بعد الفطار خاصه طبعا مع العادات الغذائيه اللي هي المتعارف عليها بالنسبه لنا، وهي الاكثار من المواد السكريه خاصه بعد المغرب، وده ممكن يزود نسبه السكر، وطبعا قد يؤدي الى بعض المضاعفات زي مثلا حدوث الاسيتون. ده بالنسبه لتنظيم الدواء هيبقى مع الطبيب المعالج، ويفضل ان ده يتم قبل رمضان على الاقل بشهر. شكرا.